تحية صادقة لجميع المغاربة داخل وخارج الوطن من جمال بوسيف الفاعل الجمعوي بأوروبا والقاطن بمدينة القنيطرة. إذا سمحتوا عندي جوج ديال المحاور اللي بغيت ندخل فيهم. المحور الأول هو المشاركة السياسية ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج من بلدان الإقامة، والمحور الثاني هو الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة اللي هي غتكون في 8 سبتمبر 2021. ففيما يخص المحور الأول، فمرة أخرى الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتخالف الموعد اللي هو المشاركة المباشرة في الجهاز التشريعي ديال البلاد، لأن القوانين التنظيمية ديال الدستور 2011 خاصة المادة 17-18 و 163 اللي كتخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمشاركة المباشرة في الجهاز التشريعي ديال المغرب. فبعد الخطاب السامي لصاحب الجلالة في نوفمبر 2006 كانت أهداف ديال صاحب الجلالة جد قيمة، وتبين فيها حبه للجالية المغربية، وتعاطفت مع هذا الخطاب جل الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وكنا كنتمناو أن في 2011 اللي جا الدستور كيأكد بالمشاركة ديال هذه الجالية خاصة في المادة 17، المشاكل بقات معلقة وحتى شي حد ما خدا بعين الاعتبار هذا الدستور لتنزيله وتنزيل القوانين التنظيمية باش تكون مشاركة حقيقية ومواطنة كاملة ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فالمشاكل ديال الجالية هي جد مختلفة ومتشعبة، ولهذا خص تمثيلية ديال الجالية داخل الجهات التشريعية ديال المغرب، لأن الجالية عندها مشاكل اللي كتبغي تطرحها للبرلمان المغربي، ما خصش واحد الوقت كافي لحل هذه المشاكل هذه، خاصة مشاكل العبور، المشاكل اللي كيعانيوها المغاربة المقيمين بالخارج في البلدان الإقامة، المشاكل ديال العقار اللي كيجيو كيلقاو مشاكل قدامهم، الأراضي اللي كيشريو بعد فترات كيجيو كيلقاو ناس أخرين استولوا عليها، يعني عدة مشاكل اللي ما غنطرقش ليها لأن الوقت ما كيسمحش بذلك، ولكن الكل يعلم هذه المشاكل. ف الاختصاص ديال وزارة الجالية الأسئلة اللي كتطرح عليها كانت شبه منعدمة في المجالس اللي تخدات في البرلمان، والفرق البرلمانية لم تقم بدورها كما كان عليه أن يكون. فالجالية المغربية تعتبر جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي، فبالتالي لا بد لإيجاد حل لهذا الملف الانتخابي من أجل إعطاء الفرصة للجالية المغربية باش تشارك في البرامج السياسية بطريقة مباشرة وفعالة. المحور الثاني غنتكلموا فيه على الانتخابات المقبلة ديال 8 سبتمبر 2021 التشريعية الجماعية والجهوية. فأنا كنطلب السكان ديال مدينة القنيطرة أن يلتحقوا بأماكن الاقتراع من أجل الإدلاء بالصوت ديالهم والاختيار ديال الناخبين اللي متقدمين في هاد اللوائح. هذا من جهة. من جهة ثانية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. ثالثا فيما يخص البرامج، أنا كنظن بأن البرامج غتكون كتشابه، اللي غتكون كتصب كلها في الإقلاع ديال البرنامج التنموي الجديد، واللوائح كلها بما فيها الأحزاب واللوائح المستقلة ستعمل على هذه البرامج. بالطبع غتكون خصوصيات وواحد الريشة ديال كل حزب بالتوجهات ديالو، بالإيديولوجيا ديالو، بالفلسفة ديالو. ففيما يخص مدينة القنيطرة،
بلا ما نحاول نذكر القنيطريين في المشاكل اللي غنبر عليها برا الكرام، لان ولا اليوم كل شيء الساكنه ديال القنيطره كيعرفوها على مستوى النقل. انا ملي غبت هذه الايام ف يعني سنوات من مدينه القنيطره، ملي رجعت كنت كنتمنى ان يكون تراموي في مدينه القنيطره، وانا ملي جيت تصدمت، لقيت حتى الطوبيس ما بقاش في العوض اللي كان خص يكونوا عندنا مراكب للسياح في واد سبول اللي كيدي حتى المهديه، ولا يكون عندنا سكون ابيلي لي باطوموش. جيت لقيت البيئه يعني تخربات بالاسمنت، يعني البيتون عمارات الى اخره. كانت مدينه القنيطره تلقب بمدينه الزهور، واليوم كنفتقدوا لهاد الفضاءات الخضراء. انا ماشي ضد ان يكونوا بنايات باش يحلوا مشاكل ديال السكن، بالعكس هو شيء ايجابي، ولكن كان عليه ان يكون مرفوقا بهاد الفضاءات الخضراء لاعطاء نفس جديد للساكنه ديال مدينه القنيطره، وخاصه الاطفال ديالها والشيوخ الى اخره. هي المشاكل اللي كتعيش مدينه القنيطره شتى، ف كاين المشكل ديال قنطرة برد بالرجال، كاين المشكل ديال الجوطية ديال بن عباد، كاين بزاف ديال المشاكل ما غاديش نسردوها كاملة. اللي بغيت نلح عليه هو الساكنة المهمشة ديال مدينة القنيطرة لابد من العناية بها، لأنها كتعيش ظروف جد صادمة، كتعيش في أزبال، كتعيش بدون إنارة، كتعيش يعني بالاولويات ديال العيش. عاد نشوفوا الثقافه ونشوفوا الرياضه ونشوفوا يعني الحد الادنى ديال العيش الكريم ديال المواطن القنيطري، يعني احنا بعيد كل البعد على ذلك. فلا بد من مد اليد لهذه الساكنه باش يمكن لها تكون كتعيش بحريه وكرامه وثقه، لدرجة أن المواطن القنيطري ولا كيفقد الثقة في الناخبين ديالو، فلا بد من إرجاع هذه الثقة في هاد الناخبين اللي كيتقدموا ببرامج اللي ما كيطبقوهاش، ولا كيبقاو يرفعوا غير في شعارات رنانة من أجل جلب الأصوات. كنظن بأن هاد الناخبين لازم تنزيل ديال البرامج ديالو اللي هي شعارات رنانة، وحنا غنديروا لكم وحنا غنصوبوا لكم وحنا غنديروا، ومن كياخذوا زمام الامور لا يفعلون شيء لهذه الشريحه ديال مدينه القنيطره. كنظن ان الساكنه ديال مدينه القنيطره بغات تغيير جذري، ما بغاتش العكر على الخنونه. اليوم التحقت باللائحه ديال السيفوزي الشعبي، لان كنشوف فيه بانه هو الرجل المناسب باش يسير هذه المدينه. عنده كفاءات، عنده نظرة شمولية على المشاكل اللي كتجلى في مدينة القنيطرة، وعنده حلول لبزاف ديال المشاكل ديال الساكنة ديال مدينة القنيطرة، وكنظن بأنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب. فأنا التحقت بالبام تراكتور باش نعطيو واحد النفس جديد لهذه المدينة، ونحاولوا نخرجوا من هذه المشاكل اللي كتعيشها. وباللائحة ديال الشعبية اللي عندها كفاءات وتجربة وكتصنت المشاكل ديال المدينة القنيطرة، فكنظن غيكون إقلاع إيجابي لهذه المدينة. كنتمنى من الساكنة القنيطرة أن يحجوا بكثافة لأماكن الاقتراع للتصويت على فوز الشعبي الأصالة والمعاصرة. حلالة دابا.